FM. الكلمة ليك. الانترفيو. الانترفيو. ضيفتنا لليوم نادية. ضيفتنا اليوم دكتورة عفيف الهمامي. مرحبا بك دكتورة. باش نحكيو على مرض اللي كيما قلنا عفينا وعافيكم الله يثير برشا نقاط استفهام نعرفو. فما برشا عائلات عندهم أقارب عندهم أصدقاء عندهم المرض هذايا، ولكن مازلنا برشا ما نفهموش منين جاي، علاش لاترانج داج تتبدل. فهي ساعات نلقاو صغيرات ساعات نلقاو كبار، احنا نعرفوه عند الكبار، ولكن يسيتافيغي اللي يضرب زادة لزادوليسان يضرب اللي انتخو 18 خديش دكتورة تقول لي ليه. هذه من بين نقاط الاستفهام اللي باش جاوبنا اليوم. اليوم دكتورة عفيف الهمامي مرحبا بيك على موجات كاب اف ام. مرحبا لله. شكرا يعطيك صحة. صباح الخير. صباح النور ناس كل. شكرا على الاستضافة. يعني انا هوني موجودة باش نحكي لكم على مرض الالزايمر وعلى اول كونغري اللي مش يصير كونغري ناسيونال الزايمر اللي مش يصير تحت سامي إشراف السيد رئيس الجمهورية. احنا جمعية الجمعية التونسية المقاومة مرض الألزايمر يعني مش تقوم بال يعني بتحضير الكونغري هذايا اللي مش يكون هو معناها كونغري طبي يحضر فيه لي ميديسان لي بروفيسيونيل دو سانتي. بتعرف انت مرض الالزايمر مالوغوزمون معناها يعني يمس شريحه عمريه لاكثر من 60 سنه. توا في تونس 10% من الناس اللي عمرهم 60 سنه ما يعني عندهم المرض هذايا، معناها تقريبا عائله على ثلاثه تعاني من المرض هذايا. هو المرض هذايا نون سولمون معناها ساس ريبيركوت على المريض هو بيدو، مي على العائله العائلة الكل. يعني على هذاك ارتأينا يعني في الجمعية التونسية المقاومة الألزايمر اللي هي جمعية بلوري ديسيبلينير فيها الاختصاصات الكل. وهوني نحب نشير اللي الألزايمر سنة بارتيا اوكين سبيسياليتي، معناها يمس توتي سبيسياليتي ميديكال، يمس الميديسين جينيرال، يمس النورولوجي، لابسيكاتري، لجيرياتري، لميديسين انترن، معناها كل الأطباء هما يعني معنيين بالمرض هذا. وعلى هذاك احنا مش نعملو اول كونغري يعني اول مؤتمر طبي في تونس، مش يكون متواجدين في المؤتمر هذا يعني العديد من الاطباء واللي بروفيسيونيل دو سانتي، وباش يكونوا حاضرين فيه المؤتمر هذا يعني دي كونفرنسي انترناسيونو باش يكونوا اول معناها من اول مره يجيوا لتونس، معناها من امريكا من فرنسا، يعني هما يكونوا متقدمين برشا في البحوث في الابحاث، ومش يشاركوا الاطباء التونس زيدا شوين وصلت الابحاث شنو هو جديد في لا بريزون شارج دو لا مالادي دالزايمر في العالم. باش نحكيوا زيدا على لي ريكومونداسيون انترناسيونال، باش نحكيوا يصير زيدا ورشات عمل يعني باش ناس تعرف اكثر كيف فاش يصير الدياغنوستيك تشخيص المرض هذايا، التشخيص المبكر زاد مش ركزوا عليه، التشخيص المبكر باش نحكيو زاد على لي فاكتور دو ريسك نتاعو نتاع المرض هذايا. يعني مش تكون على مده يومين نهار 23 و 24 سبتمبر 2016 باش يكون هو هذايا. علاش اخترنا الموعد هذايا؟ خاطر يمشي يتزامن مع اليوم العالمي صحيح، مش يتزامن مع اليوم العالمي لمرض الألزايمر. يعني مش تكون الاحتفالات باليوم العالمي لمرض الألزايمر وفي تونس يعني مش نقوموا بالكونغري يعني بالمؤتمر الناسيونال. واضح دكتورة هذا بخصوص المؤتمر، كما قلنا مؤتمر لأول مرة في تونس. قبل ما نمشيو للمؤتمر وقبل ما نمشيو للعوارض اللي كان نعرفوا المرض اللي ما يعرفوش المرض الألزايمر باللغة بسيطة للمواطنين للربيت البيوت اللي بحث في الدار للشوافرة في التاكسي اللي يسمعوا فينا لكل مختلف المجتمع التونسي، نبسطوا لهم في تعريفنا للمرض هذا. المرض هذا كما قلت هو يصيب اكثر الناس اللي عمرهم فوق ال 50 سنه فما فوق. يصير من الاول فما فقدان الذاكره، ما فقدان الذاكره مش العادي، مش كيما احنا كنا نجموا ننساو حاجات بسيطه، ما فقدان الذاكره اللي اثر على الاداء اليومي، معناها المراه اللي ما عادش تعرف طيب مثلا تغلط، باش يصير زاده مشاكل في التفكير البسيط.
معناها اللي احنا معناها نبسط لك اكثر. مثلا احنا كي نقول لك الا 30% ولا الا 40% تفهم مش معناها الا. هذا التفكير معناها فما مشكله في التفكير البسيط بالنسبه للناس اللي يمرضوا بالمرض هذايا. فما زيدا مشاكل في الهومور تصير معناها المزاج نتاعهم يولي متغير بشكل كبير. معناها يولي ديبريمي الانسان هذاك ينزوي على روحه ويتعدى من حاله لحاله يكون فرحان يولي يبكي. صحيح كيما قلت انت يتعدى من حاله لحاله. وحاجه اخرى زيدا تصير فما مشاكل في اللغه. فما برشا امر معناها مرضى تكون العوارض الاولى مش اللي ظهر اكثر مش الفقدان الذاكره مي مشاكل في اللغه. يولي ينسى باش يكون جمل ينسى باش يتكلم ينسى الكلمه تبدا على طرف لسانه وينساها. والعنف كيف العنف موجود معناها نجم يكون عنيف. هذو مع عوارض كبيره. احنا كنت لنا قبل حملات تحسيسيه قمنا معناها في الجران بوبليك وحسسنا باللي سيني انونسيتور دو لا مالادي باش واحد معناها كيفاش نفهموا في المرض هذايا. وماذا بيهم الناس معناها كي يشوفوا عند قريبهم معناها يمشيوا يشخصوا معناها يمشيوا للطبيب العائله نتاعهم يمشيوا للاطباء الاختصاص طب الاعصاب وكل باش يشوفوا يشخصوا المرض هذايا. حكيت لي على رقم قبيلة 10% من التونسيين معرضين للمرض هذا ولا 10% من فوق 60 سنه من فوق 60 سنه مصابين بالمرض هذا بتبع فينا وعافيكم الله. كيفاش يتم التشخيص كيفاش تفيقوا به كيفاش تعرفوه اللي هو عنده المرض هذا؟ هو التشخيص يصير يعني هو سان فيسو دارغومون معناها التشخيص يصير يعني فحص طبي كامل وتصير زاده راديولوجي وفما البيولوجي. معناها التشخيص مش سهل معناها فيه حده مراحل. وهذاك داير معناها ان دي سوجي اللي مش نحكيوا عليه في الملتقى المؤتمر الطبي اللي مش نعملوه. معناها سان فيسو دارغومون ليكزامان كلينيك فما راديولوجي وفما لا بيولوجي الكلهم معناها اون فافور يعطيونا التشخيص الصحيح. فما معطيات جسدية تظهر مثلا كيفاش عمل تصوير على راسه فيها فما خلايا تفقد اي فما سكون ابل لاتروفي كورتيكو سو كورتيكال اللي يعني ضعف وفما تظهر وفما ما تظهرش زاد. فما ناس اللي يكونوا في المراحل الاولى نتاع المرض ما تظهر حتى شيء معناها في الراديولوجي وهما عندهم المرض. معناها على ذاك احنا مش ناكدوا برشا على التشخيص المبكر نتاع المرض هذا. اسباب المرض هذا اسباب متعدده كثيرة وأهمها معناها الأسباب الكومون اللي هي ارتفاع ضغط الدم السكري ديبريسيون اللي هي موجودة بكثرة. معناها الإنساء يكونوا عرضة أكثر مالوغوزمون من الرجال للمرض هذا. نلقاو يعني حالتين على حالة النساء يكونوا متعرضين أكثر من الرجال. الشريحة العمرية كما قلت لك يعني لاج سي ان فاكتور دو ريسك أكثر من 60 سنة. هذو ما يعني الأعراض. وفما حالات زادها فاميليال معناها وراثية فما وراثي الألزايمر وراثي هو مش هو فما حالات وراثية مش وراثي مش معناها اللي عنده. فما موجودة حالات اللي تكون يعني في العائلة متاعهم عندهم يعني دي زانتيسيدون متاع إذا تكون عائلة البو مصاب بالألزايمر الجد مصاب بالألزايمر يعني الابن يمشي اكزاكتومون فما بوسيبيليتي باش يمشي ويعمل فحص قبل ما يحس بالاعراض هذيا ولا قبل ما يشوفوه ينجم يشوفوه هو سور لو بلان جينيتيك معناها يصير في معناها تصير التشخيص المبكر معناها ماذا بيه من 50 سنه باش يبدا مش ممكن التشخيص المبكر ويصير يظهر. هو مالوغوزمون المرض هذايا ما فماش معناها ما فماش دواء يعني معناها دواء خاص للمرض هذا. الادويه كلها تعاون باش توقف يعني معناتها العلاج منه مازال ما تلقاش اي العلاج. البحوث جاريه الحقيقه صارت اشواط كبيره يعني السنوات الاخيره معناها في البحوث بالنسبه للمرض الالزايمر. ومش كنا في المؤتمر زاد مش نحكيو على لا بريز اون شارج نتاع المرض المريض هذايا والعائله نتاعو خاطر مهمه ياسر خاطر
كما قلت لك يصير ينجم يكون عنيف، تروب دو كومبورتمون، تروب سيكوموتور موجودين برشا، بسيكو سوماتيك يعني معناها فما باش نحكيو برشا عن البريزون شارج نتاع دكتورة. علاش ما فماش علاج لهنا؟ نعرفوا لي لي نورون هما الخلايا اللي في المخ، سي لو سول سيلول في البدن كي نسو ريجينير با، معناتها ما يعاودوش يتجدوا، دونك هذا علاش المرض هذا ما ينجمش يتعالج، هذا علاش ما نجموش نلقاو له، ما نجمو كان نوقفوا ولا نحدوا منه مش نعاودوا. هو مالوغوزمون معناها هو سي ان سي ان ديبو معناها يصير في لي نورون، يخلي لي نورون لا كونيكسيون لي نورون اي لا كونيكسيون تتفقد ما بين النورون، وكي ما تصيرش الكونيكسيون ما بين النورون يموتوا مالوغوزمون، معناها يصير الموت البطيء معناها بشويه بشويه حتى يموتوا، معناها ساتوش من الاول الميموار، بعد تعدى لللونغاج، وبعد بشويه بشويه معناها الموتريسيتي يعني يمشي ويتقدم المرض هذا. سي اون مالادي ايفولوتيف مالوغوزمون. هو مش نحكيو زاد على بروغرام اللي في امريكا يستعملوا فيه برشا، هو الايجلس جراس بروغرام، اللي يصير يعمل ستيمولاسيون نتاع لا نيروس بلاستيسيتي، معناها يقوي في الكونيكسيون ما بين النورون باش ما نخليوش. وهو هذايا البروغرام يعني موجه للناس الكل، عامة الناس معناها مش كان اللي عندهم المرض هذايا، معناها هو 10 دقائق في اليوم نقوموا به باش يصير تصير لا نيروس بلاستيسيتي، ما تصير لا كونيكسيون ما بين النورون باش ما نفقدوش التماسك الرابط ما بين النورون. كاب افام الكلمه ليك.